خوتي المغاربة، السلام عليكم. كالعادة حميد يعود إليكم. كنا كنعرفوا واحد القضية، أنه في القانون المغربي، في القوانين كاملة، أنه لا يعذر إنسان لجهله للقانون، متفقين عليها. إنسان ما عارفش وغايقول لك ما كنتش عارف، مشيتي ب50 وهي مكتوبه لك 30، ما كنتيش عارف القانون، كتخلص. ولكن اومين طو خصنا حنا نعرفوا بان لا يعذر قانون لجهله للناس. القانون يتجاهل الناس وكيوضع عليهم قوانين، ولكن شكون اللي كيلومه هو؟ شكون؟ ما عندناش مؤسسات اللي كتلوم القانون لتجاهله لحقوق الناس. القانون كنعطيو الحق ضد الناس، انك ما عندكش الحق تقول ما كنتش عارف، ولكن القانون او ميم طو خصو يكون عارف اش كيدير. ماشي انت حيت القانون باسم القانون كتركب على الناس، كدير لهم داكشي اللي بغيتي انت، ولا بغاو يعاتبوك انت ما عندك حتى، ما عندش دوك الناس حتى حق. هذا غير على يعني غير بين قوسين دازت هضره. تفاجأت البارحه انا في قراءتي بعد صحيفة، ماشي كل الصحف، صحيفة مغربية، وأسفاه بأن أنا بانت لي بأن غادي وغنقول لكم علاش. المصادقة على الميزانية ديال القصر الملكي تمت في البرلمان في ثلاثة دقائق. اتفق الجميع على ان ديك الميزانيه هي هذيك، وكون طلبوا كاع زياده حتى حد ما كان يقول الله يا ودي راه الناس في الجبال كتموت، ولا بالبرد، ولا الناس في الصحراء ما عندهاش ما تشرب، ولا الناس المشردين حتى حد ما غيهضر على لا هذيك ديك الاحزاب ديال الخشبات اللي نتوما صوتوا عليها تنوب عليكم، هي الدافع عليكم. علاش ما كتدافعوش على الناس كيموتوا بالعطش، والاخرين بالثلج، والاخرين ما لقاوش المدرسه، والاخرين لا بالزربه بثلاثة دقائق. الروكور هذا الروكور ديال ايري كي عرفتي كيهزوا يديهم بالزربه، وعندك يسبقني الاخر. الاحزاب كتولي كضرب، شكون اللي هز يدو هو الاول وصادق. هذه هي الاحزاب المغربيه اللي كتعولوا عليها تدير الشان المغربي ديالكم. بين قوسين مره اخرى، شي ناس على الفيديو اللي درت على الساتيليت والصاروخ وهذه، والناس كي الله اعلم، انا ماشي كنقول عالم ولا، ولكن انا كنفرق بين الصاروخ وبين ساتيليت، وكيلوموني لا وقيله في الهضره انت ما كتفرقش بين راه لاحو صاروخ، راه لاحو قمر اصطناعي ماشي صاروخ، والصاروخ وسيلة نقل بحال طوبيس داك المحطة وحطك. إذا كانت أخطاء مطبعية عن 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 غير قصد، أنا بلاص ما نقول الصاروخ، ولكن أنا رجعت للفيديو دخل لي الشك، لقيت الفيديو ديالي كنهضر على الساتيليت وكنهضر على الصاروخ. الصاروخ غير وسيلة نقل، كتنقل لك واحد الحجم كتوصلوا لواحد المدار وما عندنا غير، ولكن دوك الناس بحال ما فهموش
شديته في الشكليات، شديته في الشكليه ديال لا ما كيفرقش بين الصاروخ. انا كنت كنعرف الصاروخ والقمر الصناعي، انت باقي كدير البيمبارس، وكنت كدير ما نعرف شنو هادو كانوا كيسميهم بكري، ما كانش عندكم حتى البيمبارس، باش تلومني انا بان ما كنفرقش بين صاروخ وبين قمر صناعي. الله يا امي الله، انا كنت كنعتقد بان الناس غيتبعوا الفكره، الفكره ديالي اش كنهضر، علاش كنهضر نقصد صاروخ، راه تنقصد صاروخ، طلع قمر صناعي وبنذكره في الفيديو ورجعوا ليها الناس، وصل داك القمر الصناعي لواحد المدار، وهضرت على المدار وهضرت على العلو وهضرت على السرعه وهضرت، ما كنهضرش على صاروخ. طيب صاروخ بطبيعة الحال، الله يرحم والديكم. انا كنشكر الناس اللي كيتفهموا هذه المسائل. رجوع عندك حيت ظهرت معطيات اخرى. داك التلميذ اللي في ورزازة ضرب الاستاذ ديالو، ظهرت معطيات بين الاستاذ عاير وقال ليه باك خانز ولا انت خانز وباك اخضر ولا هذا. بطبيعه الحال متنافي مع دور كاستاذ. انت كتقري تلميذ اش داك الباه واش داك الوضع الاجتماعي ديالو، فقير ولا غني ولا ولد السلطان، لا حق لك. ولكن اومين طون كنقول بان لا حق لك داك التلميذ انه يضرب، استعمال اليد كتولي ولينا وحوش حنا، غير اللي ما عجبكش يضربوا، اللي قال لك هضره خايبه لا. يشهدوا معك دراري مع ديك الدوله ديال والو، يشهدوا معك دراري بانه عايرك وتمشي لعند المدير، ولا ان المدير انا عارف وداك الدري داكشي علاش تسلط ولا تصرف بديك الطريقه، لان عارف لا مدير ولا تقاس في الكرامه ديالو غيضرب. انا الا عايرتي لي با اعوذ بالله، والله ما باقي نفكر لك واش غيخرجوني ولا يدخلوني ولا غيسامحوني. هادي خصوصا اذا كان داك الانسان اللي غتضربو استاذ ومعلم وانسان علمك شي حاجه. والاهم في هذه القضيه بان احنا امه نؤمن عن الرسول انه قال لك من علمك حرفا كنت له عبدا. يا ولا هذا الانسان تيعلمك انت عبد ديالو، انا ما متفقش على العبوديه، المساله ما خصهاش تكون فيها عبوديه لديك الدار لا، ولكن تفاهم بالعقل، الاستاذ يتفهم التلميذ والتلميذ يحترم هذاك الاستاذ. خروجا باش نخرجوا من هذا الموضوع، عندي واحد التحيه كبيره الناس اللي كيعلقوا على الفيديوهات ديالي في المعقول، الناس اللي كيخسروا هضره. راه فايت قلتها لكم فيديو اخر، حشرات كتلوحوا الليل. الاهم عندي في هاد الحلقه هذه اللي كنهضر فيها هو ان الناس اللي كتعلق على دوك المعلقين تحية خاصة. والله إلا كنفرح بأن رغم أنني ما درتش لواحد الإنسان علق على واحد الفيديو بأدب، ما خسرش الهضرة، ولكن تجاوبوا، ماشي أنا، جاوبوه ناس أخرين وتعطيو كيصححوا ليه المفاهيم ديالو. تحية خاصة لدوك الناس اللي كيعلقوا على المعلقين، وهادو في نظري اكبر يعني من تقديرا، اكبر تقديرا عندي
لان كياخذوا الحمايه ديالي الدفاع ليا وهما في البيوت ديالهم ولا في القهوه ولا وتيشوف واحد التعليق بانه غير صادق وتيجاوبوا هو ماشي انا اللي كنجاوب. تحيه خاصه لكم لكل هاد الناس اللي قاموا بهاد العمليه. رجوعا الله يرحم الوالدين، كتبوا لي ناس بان حيت اشتكيت انا من داك السرقه الفكريه اللص انه اللي كياخذ الفيديوهات ديال عباد الله ما بقات لي، يبقى ياخذ غير نشر الجويه حتى هي يكتب ريشار عزوز. انا راه كنت اتصلت به وجاوبني وكتب لي ازول، ما خلينا من ازول ولا تزول، ستزول. انا راه مازال انا غادي في المسطره قانونيه، هذيك ديك العمليه اللي كدير وليتي كتسرق يعني الناس يشوفوا بان اي فيديو كيما ظهر كيما ولا هذه منفعه ماديه ولات عندك، خرجتي للروتريت وليتي كتقلب على انك تقلب هنا وتقلب هنا ودي هذا قال هذا ودير نشر الجويه، دير دوزين، دير الشطيح، دير الرداح، دير ما تبعنيش انا ما درت لك والو، انا عطيتك الثقه وطلبت منك كمناضل، الا كنتي كتعتبر راسك مناضل اعطيني التسعه اخويا، انا ما درت لك حتى حاجه، انا ما خديت لك لا فيديو ما تسلطت عليك، خذ فكره ديالي قلتها.